الأرض يا أهل العزائم إنني أسألكم والقلب عالم أسمع الدغر ومن في الدهر قادم إنني أسألكم والقلب عالم إنني نجل علي وابن فاطم هذه كربلاء هذه كربلاء ما اسم هذه الأرض يا أهل العزائم أسمع الدهر ومن في الدهر قادم إنني أسألكم والقلب عالم إنني نجل علي وابن فاطم هذه هذه ليلة 2 محرم الحسين باكر يوصل هو هذا اللي صار سأل هاي الأرض شنو اسمها ما اسم هذه الأرض يا أهل العزائم إنني أسألكم والقلب عالم أسمع الدهر ومن في الدهر قادم إنني نجل علي وابن فاطم هذه قلونا للحسين أيها المهر فما هذا الوقوف يا جواب ليش واقف انت أيها المهر فما هذا الوقوف وعلى ما الدمع في الخد ذروف قال ليت الكون أعماض الكسوف قد وصلنا سيدي هذه الطفوف قد وصلنا سيدي هذه الطفوف هذه أيها المهر فما هذا الوقوف وعلى ما الدمع في الخد ذروف قال ليت الكون أعماه الكسوف قد وصلنا سيدي هذه الطفوف هذه إيش قال الحسين للثرى رائحة فاحت زكية وعليها حمرة تبدو جلية عرفتني وانحنت تلقي التحية ما اسمها قالوا تسمى الغابرية ما اسمها قالوا تسمى هذه حلو هذا البيت للثرى رائحة فاحت زكية كربلاء وعليها حمرة تبدو جلية عرفتني وانحنت تلقي التحية ما اسمها قالوا تسمى الغاضرية ما اسمها قالوا تسمى الغاضرية هذه كربلاء سوى الحسين بدل المهرة بدل المهرة فلم يمض ارتحالا قيل هذه نينوى تأبى الزوالا أي سر ضمن الله التلالا قد كساها الله عزا وجمالا هذه بعد شنو صار وانثنى النخل لضعن المكرمات قائلا أهلا وسهلا بالأبات أيها السائل عن هذه الفلات إنها تدعى هنا شاطل إنها تدعى هنا شاطل فرات هذه
وانثنى النخل لضعن المكرمات قائلا اهلا وسهلا بالهبات. ايها السائل عن هذه الفلات انها تدعى هنا شاطئ الفرات. هذه لست أدري أتراب أم سماء جاوبته فبكى حتى الهواء جاوبته فبكى حتى الهواء. يا حسين إن هذه كربلاء. هو كان ينتظر هذا الاسم. يا حسين إن هذه كربلاء. تقول له يا حسين إن هذه كربلاء. عليك الحسين قل له يا حسين إن هذه كربلاء. قال كرب في ثراها وبلاء. هذه باوع الاهل بيته واصحابه فانيخوا الظعن يا اهل الوفاء. ها هنا قد خط بالموت قضائي قرب ماء النهر لكن دون مائي. ها هنا امضي خضيبا بالدماء. هذه دور باوع الاخته خاليا يا اخت ياتيك جوادي. يا مهر حسين وين حسين قلي اشو جيتني تصهل بذلي. خلاف حسين قلي وين مالك روعت قلبي يا مكدر. الله يرحمه بالنصار. خاليا يا اخت ياتيك جوادي اذ هنا حرملة يرمي فؤادي. بعد وهنا يذبحني شمر العناد. بعدها يطحن صدر يطحن مو يكسر يطحن. بعدها يطحن صدري بالعوادي. هذه حسين خو يقعد وعاين حالي وشوف بيش صار يا دلالي. شوف بيش صار يا ابن المرتضى من شفت جثتك بخيل ام رض رضا. اه يا درب الشماتة شيركضى لجن مو بيدي فقدت الوالي. فكونا ركضة يعني فقدت ضيوان فقدت عمود الخدر يا ابو علي. وسمعت صوت العدم وجه. هذا جوابكم تدرون ايش قد احبه. فقدت عمود الخدر يا ابو علي وسمعت صوت العدم وجه الي. هاي زينب ظلت بلاي ولي. شوف الشماتة شلون. شوف الشماتة شلون. هنعيد شلون تعزيه. فقدت عمود الخدر يا ابو علي وسمعت صوت العدم وجه يا يا بإلي يا زينب ظلت بلا يا ولي. هو تخيمتها يا يا هو تخيمتها وخدرها العالي. من سمعت ايش قلتي شطت من سمعت والطمت الوجي لجن بي من انخى المن التجي. رد تجيب ايتامك بايدي واجي ويمك
اصرخ قوم خويا برالي. بس ما جبتهم ليش؟ بس خفت تسحق على يتامك الخيل وتسمع العدوان اللي صوتي وعويل. حسين ما صرني لذا جل اللي الجلون بي وعن نغر كذالي. حسين حيرتوني حيرة بهالعيال بهالاطفال. حسين حيرتوني حيرة بهالعيال وتدري بيهن كلهن ربات الدلال. وهسه محرومات من شرب الزلال وجرح اطفالك درجة التالي. جرح اطفالك درجة التالي خويا جرح اطفالك ابد ما ينحكي. ولو اسولف لك تموت من جرح اطفالك ابد ما ينحكي. ولو اسولف لك تموت من البجي. خويا طفله خويا طفله برمح راسك تنتجي. تقول انا من يم ابويا الغالي. تقول انا من شلون حكي هذا؟ جرح اطفالك ابد ما ينحكي. ولو اسولف لك اموت من البجي. خويا طفله برمح راسك تنتجي. تقول انا من يم ابويا الغالي. تقول انا من يم ابويا الغالي. هاي وحدة وثانية تقل بألم. هاي وحدة وثانية تقل بألم. عم خل نروح يا مراعي الشيا للنغر ونشيل من عين للنهر ونشيل من عين ويما نصرخ صدق هذا التالي. ويما نصرخ صدق هذا التالي.